السوشيال ميديا بقت تتهم لعيبه ان هي مفوته ماتش او عامله ماتش لدرجه ان هو ما يكونش موفق في ماتش معين. يعني يقول لك لا ده مفوت الماتش سين او صدى وين، لعيب سابق كان بيلعب في الاهلي وفرقته بتلعب الاهلي فمش موفق، يقول لك ده مفوت. بس كان بيتقال كده على الكابتن مختار وبيتقال كده على مدربين كتير جدا. ايوه يعني ما حتى بيتقال، يعني بيتقال هو ممكن يبقى تفويت، ولا ممكن في بعض الاوقات انت في فرقه مثلا محتاجه بونت 2 بونت عشان تقعد في الدوري. انا عايز اقول لك على حاجه ممكن انت فاهم الموضوع ده، والله افتكرت احنا كنا مع كابتن مختار. كابتن مختار مؤدب جدا ومتدين جدا ومدرب كبير، شخصيه كبيره بصراحه، وله هيستوري كبير بصراحه، ويمكن من احسن الاجيال اللي كانت موجوده في بتروجيت من بدايه بتروجيت لغايه وقتنا هذا. هو جيل الكابتن مختار. لعبنا كونفدراليه وسنتين ورا بعض ثالث دوري لا عملنا حاجات كتيره جدا مع كابتن مختار. كابتن مختار ما كانش بتشد الا ماتشات الاهلي، بتشد جدا انت متخيل، بتشد اللي هو يعني بتعصب ليه؟ ما الله يكون في عونه، ما انا افوت ليه؟ بص خلينا نتفق على حاجه، ما فيش حد هيحب حد اكتر من نفسه، حتى لو النادي الاهلي، حتى لو النادي المصري، انا مش هحبه اكتر من نفسي، مش هنضحك على بعض. وسيبك بقى من الانتماء والتيشيرت، ما فيش حاجه اسمها كده في الكوره، ما فيش حاجه كده اسمها في الحياه. الحياه عموما ما فيش حد بيحب حد اكتر من نفسه خالص. فالنهارده انا كلعيب او كمدرب انا هفوت ليه؟ الا اذا كنت بقى لا قدر الله حاجه ثانيه واخد مقابل عشان افوت. ولا بتبقى بين لعيبه بينك وبين بعض؟ انت اكيد تعرضت لموقف زي ده. لا تعرضت له كتير ده. طيب ده كتير. لا بس ما انت انا ما مريتش ده، بس انت مريت بيه. بس في اختلاف النهارده. ايه بقى يعني؟ بص هتقول حاجه، في فرق النهارده بين ان انا اقول كريم ذكري بايع الماتش عشان مثلا المصري او الزمالك ودي مستحاله تحصل، وفي فرق النهارده ان اقول فرقتين مفوتين لبعض. فاهم؟ احنا بنتكلم على المستوى الجماعي، لكن ما فيش فرد هيحب فرقه اكتر من نفسه. انا فاهم. لكن على المستوى الجماعي بتحصل طبعا كتير، عايز تعرف على المستوى الجماعي؟ حصلت كتير، حصلت حقيقي حصلت. ازاي؟ يعني في ماتش يعني كان الاتحاد مهدد بالهبوط، وكان الماتش ده عندنا بورسعيد، واحنا العلاقه كويسه جدا ما بين الاتحاد والمصري. فاحنا تمام هاديين في الملعب مش هنجيب جون، والاتحاد جاب جون على ارضنا وكسب وقعد في الدوري. بعدها بسنتين الاتحاد جالنا فاحنا هننزل. فالاتحاد ساب لنا الماتش. بتبقى يعني من مجلس الاداره للفرقه كده، ولا انتوا بينكم وبين بعض؟ في اوقات عيبة. في اوقات انا ما حضرتهاش من مجالس الادارات، لكن في اوقات حصلت ما بيننا وبين بعض في الملعب، لكن في حاجات من قبلها احنا عارفين ان الدنيا هاديه وتمام وبتاع. بس يعني ممكن مثلا لعيبه من الاتحاد تكلم مثلا كابتن كريم كابتن الفرقه قلنا الماتش احنا وانت بتنقلها ممكن بتحصل، مش هضحك عليك يعني بتحصل، وده طبعا غلط. بس احنا بنتكلم في منظومه يعني حدث ولا حرج. ايوه حقيقي والله. احنا مالنا تعرضت ليها في الزمالك؟ لا خالص بصراحه، الناديين الوحيدين اللي بعيد عن القصه دي خالص الاهلي والزمالك. استحاله، لا 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 استحاله، اهلي وزمالك لا. عشان كده بقول لك انت النهارده لو قلت لي زيزو بقى عشان الفلوس يبقى انت زيك زي اي حد، فاهم؟ لا اهلي وزمالك قصه ثانيه، ما فيش الكلام ده خالص هناك. وانا بقول لك يعني ربنا اللي شاهد على كلامي، ما فيش الكلام ده خالص هناك. لكن هي بتبقى عارف انت البلدين بيحبوا بعض، الاسماعيلي بيحب المصري، المصري بيحب نبدا نلعب، هات جون ونكمل الماتش بقى في نص الملعب. طب انا اقول لك على حاجه، انا لو ما عملتش كده اجيب انديه شركات تطلع تلعب في الدوري الممتاز ليه؟ ما احترمنا انديه الشركات يعني. ايه اللي ضفته للكره في مصر؟ يعني مش هقول لك استثمار، بس بدانا نشوف. انا استثمار؟ انت دلوقتي انديه الشركات اللي موجوده في الدوري المصري بتنفق زيها زي الاهلي والزمالك. حضرتك عارف ان انت كنت موجود في، يعني انا كلاعب جاي لي مثلا سي قرشين من نادي جماهيري، ونادي الشركات هيديني ثلاثه. انا ما بكلمش كلاعب، انا بكلمك ما انت دلوقتي انديه الشركات ضافت ايه للدوري المصري؟ ماليش دعوه بلعيبه، انا بكلمك ضافت ايه؟ ولا حاجه. طيب ايه اللي يمنع ان شركه انبي او شركه بتروجيت او وات ايفر اي شركه بتاعت بترول تشتغل في الدوري بس كمستثمر، مستثمر حقيقي، تروح لنادي اسمه منتخب السويس، تروح لنادي في اي حته في السويس مثلا، انا بكلمك على الشركه الام مثلا بتاعت البترول. ما اللي يمنع انبي، مش عايز اسمي يعني انديه الشركات لما بتطلع، احنا بنتكلم عن انديه الشركات كلها، اكبر ماركتنج ليها لو قعدوا يدفعوا دعايه ملايين ملايين دعايه من غير الكوره، مش الكوره هي اللي بتشهر اي حد، حضرتك عارف كام ده؟ بس في لوائح وقوانين بتقول لا. ماشي، بس انا لو قعدت انفق اعلانات لشركتي ملايين في مصر كلها مش هتشهر؟ انت عمرك سمعت زي استنى في الدوري الممتاز؟ هو انجلترا دي ما فيهاش شركات بترول؟ اكيد فيها. تقدر تعمل نادي؟ اكيد يقدروا يعملوا. صح؟ عمرك سمعت عن ام بي سيتي؟ حقيقي والله ما بقرا، سمعتها؟ لا. ما عملوش كده ليه؟ في لوائح وفي قوانين.
الكره للجمهور. حلو. الكره لل... انا عملت نادي. انا النهارده بص عشان اقول لك على حاجه, ما هو ده ملف كبير انا هنقعد فيه. انت يعني انا ما بتكلمش, انا طبعا انديه الجماهير احنا مفتقدينها, مفتقدين الانديه الجماهيريه, لكن انا بتكلم كنادي شركات. انا عملت نادي, بدات من الرابعه الثالثه ثم الثانيه ثم الدوري الممتاز اللي انا هنفقه في كل ده, تمام, ماركتنج ليا كبير جدا. احنا انديه مش عايزين نسمي, بس هنيجي نتكلم كم نادي في الدوري الممتاز شركات, والشركات بتاعتها ورؤساء مجلس الاداره بتاعتها اتشهروا من خلال كره القدم. هما بقى دي حاجه مصلحه شخصيه, ما فادتش كره القدم المصريه في حاجه. انا مش شايف انها فادت الكره المصريه في حاجه, بالعكس. انا النهارده لما يكون معايا فلوس وبقدر اجيب اللعيبه اللي انا عايزه, ومصري واسماعيلي, الاسماعيلي اللي احنا اللي مصر كلها بتعشقه, خلي بالك النادي الوحيد اللي بيجتمع عليه اهلي زمالك مصر اتحاد هو الاسماعيلي. هتلاقي ناس ما بتحبش الزمالك اهلاويه, وهتلاقي الزمالكاوي ما بيحبوش الاهلاويه, وهتلاقي الاهلاويه ما بيحبوش المصري, والمصري ما يحبش الاثنين. في ناس كده, والاتحاد مش عارفه. النادي الوحيد اللي اجتمع عليه كل الجمهور المصري هو الاسماعيلي. الاسماعيلي ده يرضي حال الاسماعيلي, ده يرضي مين؟ ليه الاسماعيلي وصل اللي هو فيه؟ عارف ليه؟ بفرغ النجوم, ببيع اي نجم بيطرع بيجي لي منه فلوس. اكيد هو مشارك في اللي حصل, لكن النهارده السوق ما بقاش متساوي على الكل. الحل الاسماعيلي فلوس, هي كره فلوس. حد ده ما قلت لك حد يجي معاه فلوس ويصرف, يا اما تنزل البادجت بتاع اللعيبه كلها